التعيينات والاعداد قلت ايوه وما عادش، انما هو لو عايز احنا عقدنا 3 دورات هنا في المديريه لمحصول أيوة. البطاطس ومحصول الطماطم ومحصول الثوم ومحصول البصل. ايوه يا فندم. يعني عملنا دورات للمزارعين ودورات للمرشدين الاخصائيين برضه في الادارات وفي اه الجمعيات للبطاطس والثوم والبصل. والبصل. اه. ان شاء الله من غير مقاطعه، هو ان شاء لو الله. عايز اي منشورات او عنده اي مشكله يروح الارشاد الزراعي بمركز بيبا، ايوه. يجي عند المديريه واحنا نحل له مشكلته ونبعت ناس تعين اللي عنده ونديله كل المنشورات اللي هو عاوزها وكل الكتب اللي هو عاوزها. ده جميل جدا، وهو ان شاء الله يعني يا ريت يكون سامعني او الفريق الاعداد هيبلغه مره اخرى ان هو يجي لحضرتك في مركز بيبا او يروح لمديريه الزراعه. النقطه الثانيه، بدل ما حضرتك في دورات ارشاديه، يعني انا بدعوك لما يكون في دوره ارشاديه ممكن تبلغنا بيها بحيث ان احنا ننوه قبليها من خلال برامجنا علشان يبقى في اقبال من المزارعين ان شاء الله. الحاج المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزاره الزراعه مش معايا. طب انا بشكرك شكرا جزيلا، مهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزاره الزراعه بمحافظه بني سويف، رد وقال ممكن للحاج احمد ان هو يبقى متواجد في الارشاد الزراعي في مركز بيبا او في مديريه الزراعه، هيديله المنشورات، هيوفر له الدعم او هيوفر له مهندس زراعي يكون موجود معاه في ارضه.